مساء الخير طلاب علوم الحاسبات المرحلة الرابعة. المحاضرة الماضية ذكرنا أنه عندنا الـ Resource Allocation Graph يتألف من أقسام رئيسية اللي هي الدائرة Process والمربع Resource، وفي داخل المربع راح يكون عندنا مجموعة من النقاط اللي هي الـ Instances، ويربط ما بيناتهم أسهم. السهم ممكن يكون متجه من الدائرة إلى المربع نسمي request، يعني سهم طلب مصدر، أو سهم متجه من المربع إلى الدائرة وهذا نسميه allocate، يعني سهم حجز مصدر. السهم اللي يخرج من المربع إلى الدائرة يجب أن يكون من الانستانس، يعني نحدد أي نسخة من هذا المصدر هي اللي حجزت للبروسيس، مثل ما موجود أمامنا بالرسم هذا اللي هو الـ RAG. كان عليه مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هو عدد أو ما هي أسماء الـ Resources، يعني شنو هي المصادر الموجودة بهذا الرسم؟ الـ Resources هي R1 و R2. المطلوب الثاني اللي هو الـ Processes، ما هي الـ Processes؟ الـ Processes هي P1 P2 P3 P4، أربع Processes أو أربع عمليات. الانستانسز، اجمالي الانستانسز يعني اجمالي عدد النسخ، نحسبها 1 2 3 4، اذا الجواب هو 4 انستانسز. والمطلوب الرابع كان ما هي الفري انستانسز، لا يوجد لانه كليتها محجوزه، كلها تطلع من عندها اسهم، فاذا نون. والجزء الاخر الالوكيتد انستانسز 1 2 3 4، اذا الالوكيتد يعني اللي هي محجوزه اللي يخرج من عندها سهم. المطلوب الخامس: هل يوجد سايكل موجود عندي بالرسم أم لا؟ قلنا السايكل يبدأ لازم من البروسيس ويمشي على الأسهم، اتجاهات الأسهم، ويرجع إلى نفس البروسيس. فإذا أنتوا بديتوا من بروسيس 1 وانتقلتوا عن طريق الأسهم ورجعتوا إلى بروسيس 1، هو راح يكون نفس السايكل إذا تبدون من بروسيس 3 وتروحون على اتجاه الأسهم وترجعون إلى Process 3، فهي بالنتيجة هو سايكل واحد لأنه العناصر هي نفس العناصر. فالسايكل هنا أنا موجود عندي Process 1 R1 Process 3 R2 Process 1 P1، يعني طبعا يربط ما بيناتهم الأسهم، ونستخدم علامات الأكبر والأصغر حتى نغلق الأقواس بيناتهم. السؤال الآخر: هل يوجد ديدلوك بالرسم أم لا؟ الجواب هو لا يوجد ديدلوك، لأنه عندي هنا نسخة إضافية من R1 محجوزة من قبل P2، وهذه النسخة حجزها بروسيس، ليست له مشكلة ديدلوك، فإذا معناها ما عندي ديدلوك بهذا السايكل. فهنا أنا عندي هذه النسخة الإضافية من R1 حجزها P2، وعندي نسخة إضافية أيضا من R2 حجزها P4، وأيضا P4 لا توجد عند مشكلة deadlock، فبالتأكيد هذا السايكل الموجود عندي هنا لا توجد فيه مشكلة deadlock. هذا السؤال انتهينا من عنده. نجي إلى الحالة الأخرى، اللي هو هذا الرسم. أنا عندي عدة حالات. الحالة أي تمثل لي حالة deadlock. طبعا هذا الرسم هو تمثيل واضح للcondition الرابع لشروط حدوث deadlock اللي هو circular weight. عندي process 1 وprocess 2، وعندي 2 resources R1 وR2، وعندي نسخة واحدة من R1 حاجزها P1، ونسخة واحدة من R2 وحاجزها P2. ف P1 يحجز R1 ويطلب request الـ R2، و P2 يحجز R2 ويسوي request الـ R1. هنا أنا عندي cycle 100%، يبدأ من P1 حسب اتجاهات الأسهم يرجع إلى P1، ونفس السايكل لو أنا أبدي من P2 وأمشي حسب الأسهم وأرجع إلى P2، وعندي حالة deadlock 100%. نجي إلى الحالة B، نفس السايكل موجود عندي، بصار عندي هنا أنا نسخة حرة من R1، فهذا معناه اكو سايكل بس ما عندي حالة ديدلوك. الرسم الآخر اللي هو السي، نفس الرسم موجود عندي، وعندي هنا أنا نسخة إضافية من R2، وهاي النسخة الإضافية حجزها P3، و P3
لا يقع ضمن أي سايكل وليس لديه أي حالة ديدلوك، فإذا معناها ممكن في أي لحظة P3 يكمل عمله ويترك هذه النسخة حرة وتحل مشكلة هذا السايكل اللي هنا، وما بهالحالة لا يوجد عندي ديدلوك. إذا C لا يوجد في حالة ديدلوك. نجي على الحالة D، إذا كانت هذه النسخة الإضافية بR2 اللي يحجزها P3 يقع من ضمن سايكل آخر، هذا السايكل الآخر يبدأ من P3 R3 P4 R4 P3، وهنا أنا ما عندي أي نسخ حرة وما عندي نسخ يحجزها بروسيس ما عنده مشكلة، فإذا هنا عندي حالة ديدلوك بهاي المنطقة. فما دام عندي حالة ديدلوك لبروسيس 3 اللي هو يحجز هذه النسخة الإضافية من R2، إذا في هذه المنطقة أيضا بهذا السايكل 100% راح يكون عندي حالة ديدلوك. فهنا أنا عندي حالتين ديدلوك، الحالة الأولى ما بين P1 و P2 أكو ديدلوك، والحالة الثانية ما بين P3 و P4 أيضا عندي حالة ديدلوك. إذا الدي فيه حالة ديدلوك أيضا. نجي على الرسم هذا الأخير اللي هو الإي. هنا النسخة الإضافية اللي حاجزها P3 من ضمن سايكل آخر حطينا له نسخة هنا حرة من R3، هاي النسخة الحرة حلت مشكلة هذا السايكل اللي موجود بهذه المنطقة، فمعناها أنا عندي سايكل بس ما عندي ديدلوك. فبما أنه أنا ما عندي هنا ديدلوك معناها P3 ما عنده مشكلة، فإذا معناها أيضا لا يوجد عندي ديدلوك هنا. هنا أنا أرجع مرة ثانية أقول الإي لا يوجد بحالة ديدلوك لأنه أكو نسخة إضافية من R3، والجزء الآخر أيضا لا يوجد فيه حالة ديدلوك، فإجمالا لا يوجد عندي حالة ديدلوك بالرسم إي. نجي إلى خوارزمية البانكر. خوارزمية البانكر مثل ما ذكرت لكم منطوق السؤال يجي بجدول، هذا الجدول يتضمن الماكس والألوكيشن والأفيلابل، يطلب من عندكم 3 مطالب أساسية، وذكرت لكم أيضا يوجد مطلوب آخر إضافي إحنا ما خلينا هنا إلى أن تفهموا الأساسيات، بعدين ننتقل إلى هذا كجزء آخر إلى المطلوب الإضافي. الحل النموذجي هو الحل اللي موجود هنا بالسلايد، بس تفاصيل الحل راح نشرحها بنافذة أخرى. أوكي طلاب، هسه الملاحظات اللي أريد أنطيكم إياها على خوارزمية البانكر. خوارزمية البانكر نستخدمها حتى نتجنب حدوث الديدلوك، يسموها for deadlock avoidance، تجنب الديدلوك. معطيات هذه الخوارزمية الماكس هو يمثل الحد الأقصى من المصادر اللي يحتاجها البروسيس، allocation يمثل المصادر اللي حجزها البروسيس في اللحظة الحالية، available يمثل النسخ الحرة من المصادر. طبعا هنا عندنا 4 أنواع من المصادر، مصدر A، مصدر B، ومصدر C، ومصدر D. هسه مصدر A مثلا كان طابعات، مصدر B هو يمثل نوع آخر من الهاردوير فرضا سكانر، مصدر C ماوس، مصدر D مثلا يمثل الشاشات الإلكترونية إلى آخره، أو ممكن يمثلون سوفتوير موجودة عندنا. عندي مجموعة من البروسيسز P0, P1, P2, P3, P4، هذه البروسيسز تحتاج إلى هذه المصادر حتى تكمل عملها وتنفذها بنجاح. المشكلة إذا أنا أنفذ أو أوفر مصادر فقط لبروسيس 0 بقية البروسيسز راح تبقى بدون عمل، وهذا مو صحيح. وإذا أوفر فقط لبروسيس 1 يعني معناها راح أثر على بقية المصادر أو بقية البروسيسز. زين،
تسلسل التنفيذ، إذا أنا أنفذ أول شيء P0 بعدين P1 وP2 P3 P4 قد يسبب عندي حالة deadlock بالنظام. زين، إذا أغير التسلسل من P4 إلى P0 أيضا ما أضمن. فما هو أفضل تسلسل لتنفيذ هذه العمليات بحيث أتجنب حالة الديدلوك؟ نسميها السيف ستيت. فإذا المطلوب الثالث هو يطلب من عندكم السيف سيكونس. المطلوب الأول يطلب من عندكم عدد الانستانسز لكل مصدر، يعني أنا أريد عدد النسخ الكلية لكل المصادر، يعني مثلا الـ A إجمالي إيش كم نسخة عنده بالأصل، الـ B إيش كم نسخة عنده، الـ C كم نسخة عنده، الـ D كم نسخة عنده. المطلوب الثاني يطلب من عندكم نيد ماتريكس، يسموها مصفوفة الاحتياجات، وهذا راح تكون عن طريق معادلة ما بين الماكس والالوكيشن. المطلوب الثالث هو اللي هو راح يكون أطول شيء الحل مالته، يتضمن عملية استخراج السيف سيكونس. نجي إلى هذه المطالب واحدة واحدة بالتسلسل. المطلوب الأول، احنا نريد إجمالي عدد الانستانسز لكل مصدر. طبعا الحل النموذجي هو يطلع للمصدر اي 11 وللمصدر بي 12 انستانس، يعني عدد النقاط بالمربع، وللمصدر سي 11 وللمصدر دي 14. زين، هاي الارقام شلون طلعت عندي؟ عندنا معادله. حتى اطلع اجمالي عدد النسخ كل مصدر راح اجمع الالوكيشن لهذه النسخ واجمع وياها الافيلبل بالنسبه للمصدر الواحد. يعني شلون؟ عندي المصدر اي، أشوف الأفيلابل مالته من الجدول من المعطيات 5، وأشوف عمود الألوكيشن 4 1 1 0 0، أجمعهم كليتهم راح يطلع عندي 11. نفس الشيء بالنسبة للمصدر بي، البي أيضا راح يكون عندي الأفيلابل معطاه بالسؤال 4 و 0 1 0 4 3 اللي هي الألوكيشن، وأطلع ال 12. نفس العملية سويتها بالسي والدي. هسا اكو نقطة كلش مهمة، كل واحد من هذول المصادر ما له علاقة بالبقية، يعني هنا انتم من تجمعون مثلا هاي الارقام الخمسة والواحد والصفر والخمسة والواحد والاثنين وتطلع 14، مو تقولون 4 وباليد واحد تنقلوا لي اياها للسي، لا، هذا العمود اللي هو عمود الدي هذا ما له علاقة بالبقية، ارقامه سواء كانت مرتبة واحدة او مرتبتين تبقى هي تابعة فقط الى هذا النوع من المصادر اللي هو الدي. ها، ملاحظة جدا مهمة. حلينا الفرع الأول، نجي إلى الفرع الثاني. هسا الفرع الثاني إحنا نريد نطلع النيد. النيد بعد ما تكملون الحل هي الأرقام اللي باللون الأحمر. زين، شلون طلعت النيد؟ النيد أكو مصفوفة. المصفوفة شو تقول؟ المصفوفة تقول النيد يساوي للماكس ناقصاً الألوكيشن. يعني شلون؟ هسا أنا أريد أطلع هاي الأرقام، شلون طلعت؟ هاي الأرقام 3 0 2 0، هذه هي تمثل احتياجات البروسيس بي 0 اللي هو هذا. راح أطرح ماكس ناقص الألوكيشن، دائما الماكس هو راح يكون أكبر من الألوكيشن. فإذا 7 ناقص 4 يعني هذا الرقم 7، أطرح من عنده الأربعة يطلع عندي 3. نفس الشيء 0 ناقصا 0 يطلع عندي 0، و2 هاي الاثنين ناقصا 0 راح يطلع عندي النتيجة 2، و1 ناقصا 1 راح تطلع عندي النتيجة 0. فإذا طلعت هنا احتياجات أو النيد بالنسبة للبروسيس 0، نفس العملية راح أطبقها على بروسيس 1 و2 و3 و4، كل واحد عن نفس الآلية. الـ A ويا الـ A هسه هنا بالنسبة للبروسيس 1 مثلا البي عندي 6 الماكس مالته ناقصا الالوكيشن اللي هي 1 راح تطلع عندي 5، ونفس الشيء بالنسبة للبقية، بالنسبة للبروسيس 2 وبالنسبة للبروسيس 3 وبالنسبة إلى بروسيس 4. طلعنا النيد. زين، هذا هو المطلوب الثاني. نجي هسه شلون نطلع السيف سيكونس. هسه هو الحل النموذجي يعني النهائي، التسلسل الآمن كان P0 بعدين P2 P3 P4 وآخر شيء نفذ P1. فلاحظوا لو أنا نفذ P1 بالبداية كان 100% سبب لي حالة deadlock. كنتيجة نهائية لازم يكون عندكم هذا الجدول، هذا الجدول الأرقام اللي هي باللون الأحمر اللي تنفذتوها هنا النيت، وهنا هذه التكملة حتى نطلع في safe sequence اللي هي نسميها الavailable.
خلينا نشوف شلون راح نطلع هاي العملية. عندنا قانون، هذا القانون انتم لازم تكتبوه بالامتحان او بحل السؤال. loop for each process، يعني لكل process موجود عندك P0 P1 P2 P3 P4 نشيك if need اقل او يساوي available then available الجديد يساوي available القديم زائد الallocation، اذا لا else next process نقول عليه هذا البروسيس يؤجل، معناها انا ما قدرت انفذ الطلبات مالته، واذا كنت راح انفذها راح يسبب لي مشكله بديدلوك، فاجله الى ان اقدر انفذ الطلب اللي هو طلبه. فنجي هسه هنا على بروسيس 0. بروسيس 0 النيد مالته 3020، ما يصير تقروها 30 او 3020 او 3020، لانه الصفر هي للدي والاثنين هي للسي والصفر الاخرى للبي والثلاثه للاي. لاحظوا هاي الصفر هي تخص فقط الدي، وهذه الاثنين تخص السي، وهذه الصفر هنا تخص البي، وهذه الثلاثه تخص الاي. هسه حتى اطبقه للقانون انا راح اشيك النيد ويا الافيلابل. زين، هل ان الثلاثه اقل او تساوي الخمسه؟ اي اقل، اكمل. هل أن الصفر أقل أو يساوي الأربعة؟ إي أكمل. هل أن الاثنين أقل أو تساوي الأربعة؟ أكمل. لو فرضاً هنا ما كانت اثنين، كانت مثلاً ستة أو سبعة، الستة أو السبعة هي مو أقل أو تساوي أربعة، فمن أشوف وحدة من عندهم ما طبقت الشرط عندي، رأساً أقول هذا البروسيس يؤجل وأتركه وأروح على البروسيس اللي بعده. هنا أنا عندي اثنين أقل أو يساوي أربعة، ماكو مشكلة. صفر أقل أو يساوي الخمسة أيضاً ما عندي مشكلة، أكمل. فإذا تحقق عندي هذا الشرط النيد هو أقل أو يساوي الأفيلابل، أجي هسه أجمع هذا الأفيلابل الخمسة ويا الأربعة، يعني أجمع الأفيلابل ويا الألوكيشن مالت بروسيس زيرو. ديروا بالكم، فإذا خمسة زائداً أربعة الناتج يطلع عندي تسعة، أربعة زائداً صفر الناتج أربعة، وأربعة اللخة زائدا هذا الصفر اللي هي فيما يخص السي الناتج راح يكون أربعة، وخمسة بالدي زائدا واحد الناتج راح يطلع عندي ستة. معناها بروسيس زيرو يتنفذ وما يسبب لنا أي مشكلة. ومن تنفذ بروسيس زيرو الأفيلابل عندي ازداد، يعني الأي كان خمسة صار تسعة، والدي كان خمسة صار ستة، فإذا صار عندي بعد وفرة بالمخزون اللي موجود عندي. نجي نشوف بروسيس وان. بروسيس 1 اجيت قارنت الصفر اقارنه ويا التسعة، هل هو اقل او يساوي تسعة؟ اي مضبوط، اوكي. الخمسة هاي الخمسة هل هي اقل او تساوي الاربعة؟ لا مو اقل او تساوي اربعة، اذا معناها ما تحقق عندي الشرط، معناها بروسيس 1 راح يسبب لي مشكلة، فاذا اترك للبروسيس 1 واروح على البروسيس اللي بعده واكتب يم ملاحظة يؤجل الى ما بعد اللوب. نرجع على هسه بروسيس 2. بروسيس 2 النيت مالته 2 3 0 1 نفس الشيء. الاثنين اشيكها ويا التسعة اقل او تساوي 9 اي، الثلاثة اقل او تساوي 4 اي، الصفر اقل او تساوي 4 نعم، والواحد اقل او يساوي 6 مضبوط، اذا كليتهم مطابقين للشرط. هسه اجي اقول 9 زائدا 1 الناتج 10، وأربعة زائداً صفر ناتج أربعة، وأربعة اللي هي السي زائداً أربعة سي بالنسبة للألوكيشن ثمانية، والستة اللي هي دي زائداً الخمسة الناتج داش. الأفيلابل عندي ازداد، ليش ازداد؟ لأنه بروسيس 2 من تنفذ أكو كان عنده مصادر حاجزها نسخ من عندها كليتها رجعها إلى الأفيلابل، كمل ورجع اللي كان حاجزه، هو كان مستعيرة فقط. نجي إلى بروسيس 3. بروسيس 3 النيد مالته 1141، الواحد أقارنه ويا العشرة أقل أو يساوي 10 نعم، والواحد الأخرى أقل تساوي 4 إي، وأربعة أقل أو تساوي 8، واحد أقل أو يساوي 11 كله تمام أوكي. إذا هسه أجي أجمع الأفيلابل ويا الألوكيشن مال بروسيس 3، راح أجمع هذول الأرقام هذول ويا الالوكيشن هاي الارقام، وقلنا كل واحد ما له علاقه بالاخ، يعني هسه انا هنا جمعت 11
ويا الواحد طلع عندي 12 مرتبتين تنزل وحدها، هذه تخص فقط الدي. السي عندي 8 زائد 2 10، والبي 4 زائد 4 8. الاي ما تغير لانه 10 زائد 0 طلعت النتيجه 10. بالنسبه للبروسيس 4 نفس العمليه نفذنا وطلع عندي الافيلابل 10 11 11 4. هسه خلص عندي لوب الاول، نجي على اللوب الثاني. شوفوا مو دائما يصير عندكم لوب ثاني، مرات حسب اذا انتم عندكم بروسيس تاجل معناها راح يصير عندكم لوب ثاني، اذا ما تاجل اي بروسيس انتم تبقون على اللوب الاول ما عندكم مشكله. باللوب الثاني انا من اللي كنت تاركته بروسيس 1، بروسيس 1 النيد مالته كان 0 5 5 0. هسه اجي اشيكها ويا اخر قيمه كانت بالافيلابل اللي هي 10 11 11 4 اللي هي هذه. الصفر اقل او يساوي 10 نعم، 5 اقل او يساوي 11 نعم، 5 الثانيه اقل او تساوي 11 اوكي، والصفر هذه اقل او تساوي 14. شوفوا انا ظللت لكم اياها، انا دا اقارن هذا الجزء ويا هذا الجزء، اذا كلي تطابق الشرط اجي هسه اجمع هذا الجزء اللي مظلل هذا ويا الجزء الاخر الالوكيشن. احنا مو قلنا الافيلابل زائد الالوكيشن حتى ايش يطلع عندي؟ حتى يطلع عندي الرقم الاخير. الرقم الاخير هذا من يطلع ديروا بالكم لازم يكون مطابق الى الفرع الاول، اذا ما مطابق لو عندكم مشكله بهذا الحل، لو عندكم مشكله بالفرع الاول. زين معناها شنو كان التسلسل؟ كليتهم ما عدا البي واحد، بي واحد بقى بالاخير، فاذا بهالحاله السيف سيكونس راح يكون بي 0، راح يكون السيف سيكونس بي 0 بي 2 بي 3 بي 4 هذول تنفذوا، واخر شيء اجى وراهم البي 1. ديروا بالكم تحطون هاي الاقواس اللي هي الاكبر والاصغر، وتحطون الفوارز مو تحطوا لي اسهم، هذا مو سايكل هذا سيف سيكونس. تنتبهون الى هاي الملاحظات، واتمنى لكم كل الموفقيه يا رب والنجاح. شكرا جزيلا صف رابع.